السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكن الله وبياكن معنا صغيراتي طالبات الصف الثاني الابتدائي في مادة لغتي في الدرس الثاني. إذن اليوم إن شاء الله يا صغيراتي سنتناول الدرس الثاني. طيب تعالي صغيرتي حتى نرى ما هو عنوان درس اليوم. عنوان الدرس: عذرا يا جدي. طيب أمامنا صغيراتي الآن صورة، فلننظر إلى هذه الصورة. يا ترى أين هو المكان الموجود في الصورة هذه؟ أمامي الآن صورة، فيا ترى أين هو هذا المكان؟ ومن الأشخاص المتواجدون في الصورة؟ المكان قد يبدو في المدرسة. طيب من الأشخاص الموجودون في الصورة؟ الأشخاص الموجودين في الصورة عندنا هنا الشخص الواقف هو المعلم، أما الطلاب الجالسين أو التلاميذ الجالسين عندنا هنا فواز وأصدقائه. طيب كيف كانت تبدو ملامح فواز في هذه الصورة؟ فواز هنا قد يبدو حزيناً. طيب يا ترى لماذا فواز هنا حزيناً؟ تعالي صغيرتي أنا وأنت نقرأ هذا النص حتى نتعلم سبب حزن فواز في هذا النص أو في هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. في حصة القراءة صحب المعلم التلاميذ إلى مكتبة المدرسة للقراءة والاطلاع. رأى المعلم فوازاً يجلس حزيناً. المعلم: هل تشكو من شيء يا بني؟ فواز: لا، ولكني نادم على ما فعلته أمس. المعلم: وماذا فعلت يا بني؟ فواز: لقد طلب مني جدي أن أخفض صوت التلفاز فلم أفعل. ننتقل إلى الصفحة الثانية صغيرتي. قبل أن أكمل القراءة انظري إلى الصور الموجودة أمامك. تعالي نكمل القراءة حتى نتعرف على بقية القصة. لانشغالي بمتابعة برنامجي المفضل فغضب مني المعلم: قد أخطأت يا فواز، وعليك أن تعتذر إلى جدك وتطلب السماح منه. فواز: ليت جدي يسامحني. المعلم: إن الجد عطوف حنون وسيسامحك إن شاء الله، ولكن احرص يا بني على طاعة جدك. واضح صغيرتي؟ إذن من خلال قراءتك للقصة صغيرتي، هل عرفتي ما هو سبب حزن فواز في هذه الصورة؟ أحسنتم، إذن عرفنا سبب حزن فواز. كيف كان فواز يجلس في مكتبة المدرسة؟ إذن هذا المكان هو مكتبة المدرسة، كيف كان فواز يجلس هنا؟ كان حزيناً حزناً شديداً. طيب يا ترى ما هو سبب حزن فواز في هذه الصورة؟ سبب حزنه أن جده غضب منه غضباً شديداً. ما السبب؟ لأنه رفع صوت التلفاز، وعندما طلب منه جده أن يخفض صوت التلفاز فإنه لم يسمع لجده، وإنما كان يكمل متابعة برنامجه المفضل. واضح؟ طيب في الصورة التي تليها هنا حدث نقاش بين المعلم عندما بين المعلم وبين فواز، عندما فواز هنا كان يحكي له القصة أن الجد طلب منه خفض صوت التلفاز
وهو لم يسمع لجده، فكان حزينا لأنه جدي غاضبا منه. لكن في الصورة الثانية، الصورة اللي على اليسار الآن صغيرتي، المعلم هنا يرشد فواز بأنه لابد أن يعتذر إلى الجد. بعد ذلك بدأ فواز يبتسم، بعد أن كان حزينا بدأ يبتسم ويفكر أنه عندما يذهب إلى المنزل فسوف يذهب مباشرة إلى الجد ويسلم على رأسه ويعتذر منه، والجد بالتأكيد أنه سوف يسامح فواز. فواز هنا أصبح مبتسما. واضح صغيرتي؟ إذن الآن فهمنا قصة فواز مع معلمه ومع جده، وعرفنا المكان الذي كان يجلس فيه فواز في هذه الصورة أنه مكتبة المدرسة، أليس كذلك صغيرتي؟ طيب تعالي الآن صغيرتي حتى نفسر الظواهر الإملائية الواردة لدينا في درس اليوم. نبدأ؟ طيب في السطر الأول صغيرتي، في حصة القراءة، إذن وردت لدينا كلمة القراءة، فيا ترى صغيرتي ما نوع الأل الواردة في كلمة القراءة؟ أهي شمسية أم قمرية ولماذا؟ إذن أحسنتم، قمرية، وذلك لأنها كتبت ونطقت. أحسنتم، كتبت ونطقت وجاءت ساكنة، فهذه نسميها القمرية. ممتاز. طيب تعالي لنرى الكلمة الأخرى التي وردت لدينا أيضا، كلمة المعلم، أيضا كلمة المعلم، ما نوع الأل الواردة فيها؟ أحسنتم، الأل هنا قمرية، وذلك لأنها كتبت ونطقت وجاءت ساكنة. بارك الله فيك. الكلمة التي تليها وهي كلمة التلاميذ، التلاميذ. طيب ما نوع الأل هنا؟ التاء، التاء. إذن شمسية. ممتاز، لأنها كتبت ولم تنطق. التلاميذ، كتبت ولم تنطق، وجاء الحرف الثالث بعدها مشددا. بارك الله فيك صغيرتي. طيب الكلمة التي تليها كلمة المدرسة، ما نوع التاء هنا؟ ما نوع التاء؟ إذن التاء هنا تاء مربوطة متصلة بالكلمة. ممتاز. طيب حبيبتي ننتقل الآن إلى السطر الذي يليه، لدينا كلمة رأى. بماذا ختمت؟ ماذا نسمي هذا الحرف؟ هذا ياء؟ أحسنتم، إذن هذا ليس ياء، إنما ألف مقصورة، اسمها ألف مقصورة. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذه سميها ألف مقصورة، ننتبه جيدا لأنها سوف ترد لدينا إن شاء الله في الإملاء. أيضا صغيرتي ننتقل إلى كلمة فوازا، كلمة فوازا أمامك الآن. بماذا ختمت؟ ما نوع التنوين الموجود فيها؟ إذن أحسنتم، تنوين الفتح، لدينا ثلاثة أنواع من التنوين، تنوين الفتح والضم والكسر. الذي ورد لدينا في كلمة فوازا هو تنوين الفتح. أحسنتم. طيب ما هي حركة حرف الواو؟ نسميها ماذا هذه؟ ممتاز، نسميها شدة. طيب الشدة عبارة عن ماذا؟ حرف الواو عبارة عن كم واو عندنا؟ عبارة عن واوين، الواو الأولى ساكنة والثانية متحركة، دمجت فأصبحت واو واحدة مشددة. إذن قبل أن أضع الشدة على الواو كان عندنا واوين، لكن راح تكون صعبة علينا في النطق أن نذكرها هكذا فوازن، راح تكون صعبة علينا، فوضعنا الشدة على الواو حتى تصبح
صحيحة وسهلة علينا في النطق فأصبحت فوازا. واضح صغيرتي؟ طيب تعالي ننتقل إلى كلمة حزينا. ما نوع المد الوارد في هذه الكلمة؟ حزينا، ما نوع المد الوارد هنا؟ أحسنتي، مد الياء. طيب كيف عرفتي أن مد الياء؟ ممتاز، أنظر حركة ما قبله فإذا بها مكسورة والكسرة تناسب الياء، إذن هذا مد ياء. صحيح، ممتاز. نوع التنوين الوارد في هذه الكلمة؟ ممتازة، تنوين فتح. أحسنتي، بارك الله فيك. طيب ننتقل بعد ذلك صغيرتي إلى كلمة نادم. نادم، هذه الكلمة يا صغيرتي ما نوع المد الوارد فيها؟ نادم، مد ألف، بارك الله فيكم، إذا مد بالألف. ما نوع التنوين؟ ما نوع التنوين فيها؟ أحسنتم، تنوين الضم، تنوين الضم، بارك الله فيكم. طيب ذكرنا في الشرح في الدروس السابقة نوع هذا الألف، صحيح أنه إلى الآن ما أخذناها، لكن أنتم بطلات، حاول أن نأخذ كل شيء من بدري. هذا الحرف سميناه ألف ماذا أمس في درسنا؟ ممتاز، نسميه ألف قطع، نسميه ألف قطع، يكتب وينطق، يكتب وينطق، بارك الله فيكم. طيب كلمة جدي. جدي، ما نوع المد؟ أحسنتم، مد ياء، المد هنا مد الياء. كيف تأكدت؟ حركة ما قبلها أنا مكسور، وردت لدينا شدة بالكسر، إذن هذا مد الياء. آخر شيء عندنا صغيرتي اللي هو كلمة صوت. صوت، كلمة صوت عندك الآن صغيرتي، هل الواو الواردة في كلمة صوت هنا تعتبر مد واو ولماذا؟ هل أعتبرها مد واو؟ أحسنتم، إذا لا أعتبرها مد واو. لماذا؟ لأن حركة ما قبلها كانت الفتحة، والفتحة لا تناسب الواو، إذا هي واو أصلية في الكلمة وليست مد، لأني ممكن في الاختبار أعطيها نفس القطعة وأقول لها استخرجي كلمة بها مد الواو، مجرد الطالبة ما ترى حرف الواو ممكن مباشرة تذهب وتكتب الكلمة على أنها مد واو، لا، لابد أن تتأكد أن الحركة التي قبل المد تناسبه، فإن كانت واو كان ما قبلها مضموم، وإن كانت ياء كان ما قبلها مكسور، وإن كان ألفاً كان ما قبله مفتوح. آخر كلمة لدينا في هذه الصفحة هي كلمة التلفاز. التلفاز، ما نوع الأل الواردة فيها؟ الأل الواردة في كلمة التلفاز يا صغيرتي هي الشمسية. ممتازة، أحسنت. لماذا؟ لأنها كتبت ولم تنطق، وجاء الحرف الثالث بعدها مشددا. واضحة يا صغيرتي؟ واضحة القوانين الإملائية أو الظواهر الإملائية الموجودة لدينا في هذه الصفحة؟ إذن يا صغيرتي كل الكلمات التي ظهرت أمامك الآن تحتها خط، هذه إملاء، هذه ذاكريها واحفظيها جيدا، إملاء. والثلاثة الأسطر الأولى هذا واجب، راح يكون واجب في الدفتر، وتعودي على قراءة الصفحة كاملة. واضح يا صغيراتي؟ إذا نعيد، بالنسبة للإملاء راح يكون أي كلمة تحتها خط وشرحتها شرح وافي راح تكون إملاء، أما الواجب راح يكون الثلاثة الأسطر الأولى، أما القراءة ستكون كل الصفحة لدينا قراءة. اتضحت لديك صغيرتي؟ هذا بالنسبة إلى شرح الصفحة الأولى. ننتقل الآن إلى إكمال الدرس وشرح القوانين
الإملائية المتبقية. لكن قبل أن أنتقل أيضا سوف أعيد القراءة مرة أخرى. في حصة القراءة صحب المعلم التلاميذ إلى مكتبة المدرسة للقراءة والاطلاع. رأى المعلم فوازا يجلس حزينا. المعلم: هل تشكو من شيء يا بني؟ فواز: لا، ولكني نادم على ما فعلته أمس. المعلم: وماذا فعلت يا بني؟ فواز: لقد طلب مني جدي أن أخفض صوت التلفاز فلم أفعل. واضح يا صغيرتي؟ انتهينا الآن من شرح الصفحة الأولى، تحديد الواجب والإملاء وشرح الظواهر الإملائية. تعالي صغيرتي ننتقل أنا وأنت إلى الصفحة الثانية. ننتقل الآن إلى الصفحة الثانية أيضاً، سنفهم ما ورد فيها من قاعدات إملائية وسوف نقرأها وسوف تكون سهلة بإذن الله مثل الصفحة التي أمامها. نقرأ: لانشغالي بمتابعة برنامجي المفضل فغضب مني. المعلم: لقد أخطأت يا فواز، وعليك أن تعتذر إلى جدك وتطلب السماح منه. فواز: ليت جدي يسامحني. المعلم: إن الجد عطوف حنون وسيسامحك إن شاء الله، ولكن احرص يا بني على طاعة جدك. بعد أن قرأنا صغيراتي وفهمنا ما ورد في هذه الصفحة، تعالي صغيرتي أنا وأنت نفهم الظواهر الإملائية الواردة معنا في هذه الصفحة. طيب، لدينا كلمة برنامجية. ماذا أسمي هذا المقطع؟ الباء والراء. أسميها، أحسنتم، مقطع ساكن. كيف أقرأه؟ برنامجية. برنامجية. البر هذه أسميها مقطع ساكن. طيب، كلمة المفضل، ما نوع الأل الواردة فيها؟ أحسنتم، القمرية. لماذا؟ لأنها كتبت ونطقت. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى كلمة السماحة. السماحة، ما نوع الأل الواردة في كلمة السماحة؟ هل هي شمسية أم قمرية ولماذا؟ أحسنتم، شمسية، كتبت ولم تنطق وجاءت الحرف الثالث هنا مشددا، إذن الشمسية. طيب، ماذا أسمي هذه؟ أحسنتم، أسميها هاء مربوطة متصلة، ليست تاء. التاء مثل كلمة بمتابعتي فيها نقاط، أما الهاء فليس فيها نقاط، أسميها هاء مربوطة متصلة. طيب صغيرتي، عندنا كلمة فواز، ما نوع التنوين هنا؟ أحسنتم، تنوين الضم. انتبهي صغيرتي، عندما أقرأ التنوين فإني سوف أنطق النون، لكن النون هذه زائدة، تنطق لكنها لا تكتب. فواز، إذن لاحظي أني نطقت التنوين نون لكن لم أكتبها. طيب، أيضا عندنا كلمة إن الجد عطوف حنون. هذه العبارة إن هنا سميناها في الدروس السابقة، كانت في مكون أستخدمه، نسميها إن التوكيد، صحيح صغيراتي؟ تذكرتم عندما أخذناها؟ الإن اللي تحتها كسرة وعليها شد النون، هذه سميها إن التوكيد. إن التوكيد، ما بعدها دائما يأتي مفتوحا، هنا جاء مشددا بالفتح،
نفس القاعدة. طيب كلمة الجد، ما نوع الأل فيها؟ أحسنتم، قمرية كتبت، وكذلك أيضا نطقت وجاءت ساكنة، أحسنتم. عطوف حنون، ما نوع المد هنا وهنا؟ أحسنتم، واو، ما قبله جاء مضمون، إذا نعم هو مد الواو. ونوع التنوين الوارد فيها؟ كان تنوين الضم، كان تنوين الضم، بارك الله فيكم. آخر كلمة لدينا في هذه الصفحة هي كلمة احرص. احرص، هذه الكلمة صغيراتي، ما نوع هذا الألف؟ خذناه في مكون الأداء القرائي في الحصة السابقة، سمينا هذا الألف ألف ماذا؟ أحسنتم، ألف وصل. لماذا سميناها ألف وصل؟ ما الفائدة من اسمها ألف وصل؟ أنها تصل ما قبلها في النطق، إذن هي لا تنطق، هي لا تنطق، لكن وظيفتها توصل احرص هذا بالكلمة اللي قبلها، توصلها في النطق، في النطق فقط، لكنها تكتب لا تنطق. طيب ناظري الآن كيف راح اسمعي كيف راح أنطقها؟ ولكن احرص، ولكن شوفي بعد النون على طول نطقت الحاء، لم أنطق الألف، ليه؟ لأن الألف هنا ألف وصل تكتب ولا تنطق، واضح صغيرتي؟ بارك الله فيكم صغيراتي، لذلك نكون انتهينا من درس عذرا يا جدي، قرأنا الدرس، فهمنا القوانين الإملائية، وأيضا عرفنا كل ما ورد فيه من الأسباب التي جعلت فواز يكون حزينا. طيب صغيرتي، أي كلمة أمامك الآن صغيرتي، أي كلمة أمامك الآن تحتها خط أو عليها دائرة أو ما إلى ذلك، هذه حفظ إملاء، راح تكون حفظ إملاء. أما القراءة راح تكون كل الصفحة لدينا قراءة، الدرس كاملا ضروري جدا جدا صغيرتي أن تتعودين على القراءة. راح أقرأ الآن وانتبهي لقراءتي. أما الإملاء، أي كلمة شرحتها وتحتها خط أمامك الآن باللون الأزرق فستكون إملاء. راح أقرأ الآن. لانشغالي بمتابعة برنامجي المفضل فغضب مني المعلم، لقد أخطأت يا فواز وعليك أن تعتذر إلى جدك وتطلب السماح منه. فواز: ليت جدي يسامحني. المعلم: إن الجد عطوف حنون وسيسامحك إن شاء الله، ولكن احرص يا بني على طاعة جدك. انتهى صغيراتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.